البيت بيتكم يا يوبا، حياكم ويانا. البيت بيتكم يا يوبا، حياكم ويانا. عندكم مشاكل تبي حل، حياكم ويانا. عندكم مشاكل تبي حل، حياك ويانا. تبي تفرح، تبي تستانس، حياك 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 ويانا. حياك 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 ويانا. البيت بيتكم يا يوبا، حياكم ويانا. البيت بيتكم يا يوبا، حياكم ويانا. عندكم مشاكل تبي حل، حياكم ويانا. عندكم مشاكل تبي حل، حياك ويانا. تبي تفرح، تبي تستانس، حياك 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 ويانا. حياك 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 ويانا. فيكم يا ولادي. جدي ما عندك تسولف لنا عن الماضي؟ يعني مثل ويش؟ يا اخي انت بعد حدد عن مغامرات جدي، لو عن الناس زمان اول، حدد واجد في ذكريات. احترم يا ولد. مثل ويش يا ولدي؟ يعني عن بطولاتك. عيب يا بني، شايف جدك مصارع؟ يريد ان يعرف ماذا يفعل اجداده في ايام زمان. أعلمك يا ولدي، جدك يا ابني كان يشتغل ثلاث شغلات. ما شاء الله. نعم، أول ما أقعد من الصبح أصلي وأتريق، طبعا ريوقي أول حليب البقر الطازج. الله. إيه مو مثل الحين الطازج، همبرجر وجبن وسندويش، أول ما في عندنا. عقب ما اخلص ريوقي سيد اروح طاير، وين اروح؟ للزراعة، اعمر الارض واسقيها. بعدها طبعا احشي الحشيش حق البهايم، وما تطلع الشمس الا انا في وينه؟ انا في البحر اباري الحفره والقرابي. شكرا شكرا. كم شغلة وصلنا الحين؟ خمس يا جدي. خمس، إليك السادسة. عقب ما أخلص البحر أرجع الزراعة مرة ثانية، أخذ المحصول الزراعي وأروح السوق أبيع المحصول وأبيع السمك. جدي سؤال، أنت كنت متزوجة؟ كنت متزوج أصغر منكم، يعني لو قمت أقوم بهالشغلات هذه كان لي شهرين بس متزوجت. إيه كمل يا جدي. أكمل ويش؟ مسيرة حياتك العلمية والعملية. مسيرة حياتي العلمية والعملية، أحسنت يا أبوي. طبعاً أجي البيت ما أخلص أمي حاطة لي العصيدة، الله، هذيك الساخنة أكلها وطير، أطير طاير سيدة المعلم. هو جدي كنت طير، ها يعني طير هو معناته أطير، أطير طير في راسك، أطير يعني أروح بسرعة. ما عليك من جدي، أكمل كل أذن صاغية. أذنك صاغية يا بني؟ نعم أكمل لك يا بني. وين وصلنا؟ تذهب للمعلم. ها أذهب للمعلم أتعلم القرآن، بعد ذلك عندما أخلص أروح أتعلم السباحة وركوب الخيل والرماية. الحين بدل فيلم، كمل كمل جدي واري قاعد. بدل فيلم ها؟ تطنز يا الكرس ها؟ ما عليك من جدي، هو من قهر منك. وين وصلنا؟ الرماية وركوب الخيل. بعد ذلك أذهب إلى المسجد لأصلي صلاة الظهر. غفر الله لك جدي. ولكم يغفر الله يا بني.
وأجي طاير إلى والدي اللي هو جدكم العود واتحاسب إياه. ما شاء الله عليك يا جدي، أنت تسوي شغل مال 10 رجال. مال 10 رجال؟ أقول مال الحين على 10 رجال. أنتم لاحظتم لكل دولة زمان ورجال. لكل زمان دولة ورجال، والزمن هذا زمن نحن، وضغط الزر ينحل كل شيء. أول شغلة اللي احنا نسويها في سنة الحين نسويها في ويش؟ في شهر، وهذا زمانكم. لو يقولون هالزمن صعب ما عشتم مثل زماننا زمان أول. ليكون تحاسب روحك من زمان أول. لا أقصد يبا يعني زماني بزمان الأولاد. التصويق للوالد. صحيح كلامك يا جدي، أنا لو أحسب الساعات اللي قاعد فيها في التليفون تطلع 5 ساعات. على زمنكم هيسوي أشغال واجد. أنا من قعدت وياكم لحد الحين صار لي 3 ساعات، لا نظفت ولا سويت الغداء. لو نسوي مثل ما يقول عمي كان إحنا من زمان استغلينا الوقت. يلا خليكم. الله يعطيش العافية. أي والله الوقت كالسيف، لم تقطعه قطعك. أي والله، وأنا بعد أروح أبدل، أروح المكتبة الترفيهية. وأنا بعد علشان لا يقطعني الوقت أروح أقطعه وبخلص لي كم شغلة. البيت بيتكم يا يبا، هياكم ويانا. البيت بيتكم يا يبا، هياكم ويانا. عندكم مشاكل تبي حل، هياكم ويانا. عندكم مشاكل تبي حل، حياك ويانا. تبي تفرح تبي تستانس، حياك 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 ويانا. حياك 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 ويانا. البيت بيتكم يا يبا، حياكم ويانا. البيت بيتكم يا يبا، حياكم ويانا. عندكم مشاكل تبي حل، حياكم ويانا. عندكم مشاكل تبي حل، حياك ويانا. تبي تفرح تبي تستانس، حياك 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 ويانا. حياك 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 ويانا.